جدير بالذكر ان صديق اوجولا يواصل تألقه، كان تألق في المباراه الماضيه على نادي الزمالك، يعني شفنا اداء مبهر ايضا منه في هذا اللقاء، وامام حضراتكم صديق اوجولا بيحصل على لقب رجل المباراه. كابتن عمر، واحنا بنتفرج، توقعت تألق صديق اوجولا قبل ما اخد رايك في المباراه، يعني تعليقك على هذه اللقطه وليه اخترت صديق اوجولا وتوقعت ان هو يبقى فعلا قبل كمان ما اللقطه تجيلنا بصراحه؟ يعني هي اولا مباراه كانت غريبه قوي، ما فيهاش فرص تقريبا، حراس المرمى لم يختبروا، لكن صديق الحقيقه مع الحاله الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها النادي الاسماعيلي هو لاعب زئبقي، صعب جدا رقابته في ظل يعني النواحي الدفاعيه القويه جدا للاعيبه النادي الاسماعيلي، واعتقد لو المجموعه اللي كانت حواليه في حالتها الطبيعية مع تمريراته البينية مع تحركاته مع شغله مع المهاجم، الحقيقة عمل كل حاجة يعني بيتمناها المهاجم، هو جاي من تحت وبيتحرك بسرعة غريبة جدا وعنده مهارة عالية جدا، وبالتالي متحرك التسعين دقيقة الحقيقة. لا هو كان أبرز لاعبي المباراة الحقيقة، وهو يستحق رجل المباراة.